هذا اليوم نستضيف وفد عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد تحضيري سيشاركنا في تنظيم هذا المنتدى المزمع تنظيمه في الفاتح من شهر نوفمبر الذي يعتبر يوم الشباب الإفريقي، وكذا نسعد باستضافته هنا في الجزائر تزامنا مع سبعينية الثورة المجيدة. أكيد هناك برنامج خاص لهذا الوفد تتخلله العديد من المفاجآت، سيكون هنا ساحث وسيقف على مختلف التحضيرات، سنجول بهم في ولاية الجزائر العاصمة كي يتعرفوا على مختلف التحضيرات الجارية في العاصمة وهنا في وهران. نتوقع حضور 500 مشارك شاب من مختلف الدول الإفريقية لحضور هذا المنتدى الذي ينطلق تزامنا مع تاريخ اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية. برمجنا نشاطات متعددة ومختلفة مع ممثلي مختلف الوزارات بهدف الاستفادة من الخبرات الحديثة لفائدة الشباب الإفريقي. نقوم كذلك بتنظيم معارض ونشاطات ثقافية مختلفة لبناء صداقات جديدة بهدف التعرف أكثر على الجزائر.